وفي نهاية كلمتي أريد أن أقول للشعب المصري في شخصكم، وأقول لكم بكافة الشعب المصري، يا مصر يا أمة الدنيا، ارفع راسك، انت مصري، اي مصر، يا مصر يا أم الدنيا ارفع رأسك، أنت مصري. كان الطريق أمامكم جميعا مفتوحا، وكان الله في عونكم. أستودعكم الله وأحييكم بكل محبة واحترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.